مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اكلات وتكاتشف حصى على قناة الحياة. زي ما عودناكم تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. النهاردة الوقفة بنقول لكل مسلمين العالم كل سنة وانتم طيبين، وكل مشاهديننا في كل انحاء العالم كل سنة وانتم طيبين. امبارح عملنا لكم البطاية وعملنا عليها فتة كشك وكشك مغروف، النهاردة تعالوا مع بعض نعرف المنيو بتاعنا عشان جهازه بكره ان شاء الله نفطر بيه. بعد ما نذبح والذبيحه تبرد نبدا نعمل ايه؟ هنعمل السمين. السمين عباره عن ايه؟ كل شيء داخلي في الايه؟ كبده، فشه، لحمه راس، كفته، كلاوي، قلوب، طحال، ومخاصي، وكل شيء كل شيء يخص جهاز. تعالوا نستعرض مع بعض ونشوف الحاجه بتاعتنا. ادي الفشه بتاعتي بعد ما غسلتها قدامك التفاصيل، ادي الفشه بتاعتي قدامك اهو بعد ما غسلتها قدامك يا تكنيكها، وادي اللحمه اللي هعملها كفته، وادي الكبده، وادي الطحال، وادي احلى حاجه في الذبيحه لحمه الراس. لحمه الراس الناس فاكرينها ان احلى حته مغذيه وطعمها ملبن وسكر هي لحمه الراس. وادي القلوب، وادي الكلاوي، وادي المخاصيه، قلوب وكلاوي وخصيه. تعالوا التكنيك بتاعنا عشان نعمله ونشوف التفاصيل ونبدا نطلع نعمل الطبق الحلويات اللي لما ولادنا عليه على الظهر كده ياكلوا ويستمتعوا بيه. عندي ميه سخنه بتغلي، احط فيها ايه بقى عشان اعمل التريكات بتاعتي؟ ميه سخنه، يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك، وبنقول لكل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم كل سنه وانتم طيبين. احط فيها بصلايه، واحط ورق لورو، واحط حبهان، واحط شويه مستكه، واحط شويه فلفل مجروش مع بعض كده. وهي الحله الثانيه عشان وقتي بس، نفس الطريقه، احط فيها بصل، واحط ورق لورو، واحط فيها حبهان وشوية مستكة وشوية فلفل حصى، تمام؟ دي ودي عشان أعمل فيهم التريكات دلوقتي. ومجهزة مية بتلج كده يا عم ياسر، بص مية بتلج قدامك أهو، مية بتلج، يبقى التكنيك شغال قدامك ومية بتلج عشان ياخد صدمة. تعال أهو نشوف أول حاجة الفش، نجيب الفشة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نعمل التكنيك بتاع الحلويات بتاعتنا. آدي الفشة بتاعتي أهو، أروح جاية واخداها مسقطاها جوه الميه اللي انا معطراها قدامك اهو، يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك. واغطي عليها على معمل الطحال. اغطي عليها هنا على معمل الطحال، تعالى بقى نجيب الطحال. ادي الطحال بتاعي برضو بنفس التكنيك قدامك اهو بتفاصيلك. ناخد الطحال بتاعنا اهو ونروح على الميه السخنه اللي بتغلي اللي انا معطراها بالبصل ورق اللورو والحبهان. قدامك اهو يا تفاصيلك، كل حاجتك قدامك اهو. واقفل عليها، بديها صدمه للشوك بتاعها. وعندي ميه بتلج فاضل هنا بقى عشان اطلع ونجيب كل خطواتنا. اهم حاجه تجيب عندك بقى حاجتك وتركاتك وحركاتك، تجيب الساطور بتاعتك او سكينه حاميه، خد بالك اهو ساطور او سكينه حاميه عشان تبداي تظبطي الدنيا للعيال وتروقيهم يوم العيد. وخدي بالك وانت بتستخدميها. فاضل هنا هياخد صدمة اللي هي لحمة الراس برضو قبل ما اعملها. لحمة الراس قدامك هي احلى حاجة، والمخاصي هتاخد صدمة برضو في مية سخنة بتغلي وحطها في تلج يا تفاصيلك. هنا ارجع هنا اهو للفشة بتاعتي وابدا اقطع بقى الكبد والقلوب والقوانص. الفشة بتاعتي بس انا بديها صدمة مش اكتر من كده عشان احطها في مية بتلج، يا دوبك مش محتاجة وزي الفل نضيفة ازاي قدامك اهو. ونفس الكلام الطحال مش محتاج حاجة، يا دوبك ياخد الصدمة اللي أنا عايزها عشان أمنع أي زفارة. أنا معطرة المية ببصل ورق لور وحبهان ومستكة وفلفل حصى عشان أمنع أي زفارة، وبعد كده أبدأ أقطع وأعمل السمين بتاعي، أجيب اللية والسمنة البلدي وأشتغل وأظبط أمور. حاجتي كلها قدامك أهو عشان أبدأ أعمل فيها. على ما دولم ياخد ما بخطواتهم أبدأ أجهز الخطوة التانية عشان السمين. عندي السمين بقى التكنيك بتاعه، خدي بالك من التفاصيل. عندي سمنة، أحط سمنة للسمين بقى، أجيب لية بتاعتي الضاني وأقطعها ترنشات كده، بص قدامك أهو ترنشات اللية وأقطعها ترنشات كده عشان أستمتع بالسمين قدامك أهو. عشان نعمل السمين بقى وخطواتنا، في أولويات في السوى. القلوب كله قدامك أهو، خطواتك كده كلها قدامك.
يا تفاصيلك. اجيب القلوب والكلاوي، هي اللي لها اولويات سوى، خد بالك اهو. القلوب والكلاوي هي اللي لها اولويات سوى. ادي القلوب وادي الكلاوي قدامك اهو، شرايحها عامله ازاي. ادي القلوب، القلب بتاعنا اهو، بص القلب اهو قطعيه ترانش كده محمل، وادي الكلاوي قدامك اهو بتفاصيلها مفتوحه ومتنظفه وزي الفل يا تفاصيلك. وعندك اللية بتاعتك زي ما انت شايف كده، عشان تعمل شوية لية صح وشوية سمين صح وتدلع العيال. أهم حاجة بقى شوية الفلفل الحار دول، وهجيب السجق قدامك اهو، وهجيب الممبار وهحشيه بنفس الطريقة برضو قدامك، والممبار بتاعي بتاع الدبيحة بتاعي وهحشيه عشان أقدمه مع الحاجة. خطواتك كده، وادي الممبار قدامك اهو عشان تدلع العيال يوم الوقفة. كنت امام يوم العيد على الظهر كده، احنا عملنا لك امبارح فتت الكشك بتفاصيلها، ودلوقتي بنعمل لك السمين كل حلويات المذبح. جهزت لك القلوب والكلاوي دلوقتي، وادي الكبده بتاعتي. تعالى الكبده عشان نجهزها برضو اولويات سوى بعدها. خطواتك كده كلها قدامك اهو يا جماله. بص الكبده عامله ازاي، ولازم تبرد، سيبيها تبرد، ما تستعجليش عليها يوم الذبح، تسيبيها تبرد قدامك اهو. ارجع ابص على الحاجه اللي في الميه اللي في البوكيه جرني يا جمال، مش محتاجه اكتر من كده، مش محتاجه اكتر من كده. انا بمنع الزفاره فقط لا غير، انا بمنع الزفاره فقط لا غير. جاهزه كده اهو يا جمال. اروح جايه واخده دي كده اهو، حطاها في الميه بتلج عشان اديها صدمه. بص اهو صدمه تشك بتاعك يا تفاصيلك. وهنا اللحمه بتاعتي، لحمه الراس، لحمة الراس كده أسقطها تاخد غلوة فقط لا غير عشان تكون جاهزة تستوي مع السمين، وأقطعها مع السمين. وكمان إيه مع لحمة الراس؟ إيه يا عمي؟ بص قدامك إيه؟ الخاصة، المخاص قدامك أهو، أغطي عليه. أبص هنا أهو على الفشة، بص الفشة بتقول لك تفاصيلها، أقلبها قلبة تمام اهو قدامك، اطلع كل اللي فيها عشان اجهزها واظبطها قدامك يا جمال. خدتش حاجه؟ ما خدتش حاجه. ارجع ان هو بقى انا مجهز حاجتي عشان ابدا اعمل خطواتك قدامك. السمين عندي اهم حاجه زي ما انت شايف، السمنه واللية بتاعتي مقطعاها ترانشات عشان تعمل كراميلي، وريحه بيتك. اول حاجه ايه؟ التسويه، القلوب واحده واحده كده هتاخد معاك وقت. قطعاها ترانشات حلوه كده بعد ما نضفتيها بعد الدبيحة وظبطيها وهديت وكل حاجة جاهزة، كل خطواتك كده كلها قدامك اهو عشان تعمل أحلى شوية سمين وتدلع العيال، ولا يروحوا هنا ولا يروحوا هنا. وأنت بتدلع عيالك كده، هنعمل كل صنف لوحده، هنعمل كل صنف لوحده ونركنه على جنب عشان في الآخر نغرف بقى. بس خدي بالك بأولويات السوى تمام كده. كله قدامك اهو، حطيت أنا كده القلوب أول حاجة واحدة واحدة كده، وأنا كده بقطع الكبده بتاعتي. عندي الكبده بتاعتي هتقدري تقطعيها شرايح زي ما انت شايف كده اهو، محمله حلوه عشان تحسي بيها. انت ما بتعملهاش بانيه، بص عليها كده اهو، ترانش عامل ازاي قدامك اهو، محمل زي الفل. عايزه تجيبيها على اتنين جيبيها على اتنين، اهم حاجه تقطعي اللي هيعجبك وتكون بردت، تستعجليش تكون بردت، يعني يوم العيد ما تستعجليش، على الظهر كده او بعد الظهر اعملي الحلويات دي تكون اوريدي كل حاجه بردت وتقدري تعمليها. وبعد كده هنعمل لك الفته، تفطري العيال بالكلام ده، وبعد كده هنعمل لك الفته على الموز، ومش هنخليكي محرومه من حاجه طول ايام العيد. احنا معاكي كل يوم، يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد، عشان نعمل لك كل شيء يخص العيد. بص الكبده عامله ازاي قدامك، بص التفاصيل، بص الحركات، بص التكات، استمتع. عايزه تجيبيها على اتنين هاتيها على اتنين. ازاي يعني على اتنين يا حسن؟ كده اهو تروحي جايباها على اتنين تمام كده كله مع بعض اهو، تقدري تعملي الكلام ده كله مع بعض بكل سهوله. ودي برضو على اتنين تمام كده. ارجع هنا اهو ابص على الكلاوي بتاعتي، القلوب واحده واحده كده مع بعض. بص التفاصيل قدامك اهو، واللي هي تكرمل وريحه البيت وجمالها وحركاتها وتكاتها. دخلي كله مع بعضه كده اهو عشان تستمتعي باحلى شويه سمين في الدنيا يا تفاصيلك، يا حركاتك، يا تكاتك. ارجع ابص هنا اهو، اجيب ايه بعد ما خد الصدمه كده اهو قدامك في الميه بتلج،
واتاكدت ان كل حاجه اهو قدامك، ابدا اجيبه برده عشان ايه؟ اطلعه اصفيه من الميه على ما اقطعه مكان ده. وبص هنا اهو، بص الايه؟ الفش يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك يا عم ياسر. بنفس الطريقه اهو، صدمه في ميه بتلج. بص التفاصيل كده قدامك اهو، قدامك صدمه في ميه بتلج من كل حته كده، واستمتع. بص عامله ازاي، كل تفاصيلك كده كلها قدامك. وقلب في السمين بتاعك، القلوب بتاعتك مع السمين، وتعالى دلع بقى وانت شغال كده. هدلع بايه يا حسن؟ هدلع، خد بالك مهم جدا، شويه فلفل حار بدون بذر، شويه فلفل حار كده بدون بذر، ودلع. اتغير لونها واتاكدت ان هي داخله في السوى. هنعمل مراحل القلب بقى، اجيب القلب بتاعي اللي انا مفصصاه، المزاليك كده تمام قدامك اهو. تعالى اجيب القلب اللي انا غسلته هنا اهو، احطه في مكان لوحده كده اهو، اجيب له شويه ليا جنبي كده اهو عشان اطعمه، اوسع له مكان كده اهو قدامك التفاصيل، اوسع له مكان كل فيها الخير. تعالى حط اهو حاجتك بعد ما قطعتها وفصصتها كويس قوي، والمزاليك والقلوب عندك كله قدامك اهو بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك، كل تفاصيلك قدامك يا جمالك. واحنا بنعمل الكلام ده يا جمالك، اهم حاجه تخلي كل حاجه لوحدها كده، كل حاجه لوحدها كده وانت بتطعميها قدامك. وبعد كده نبص على كل حاجه عندي عشان يومك ان شاء الله يبقى زي الفل. وبنقول لكل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم كل سنه وانتم طيبين. ابص هنا اهو يا ياسر على لحمه الراس والمخاصي، بص قدامك اهو، الخصيه بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. تعال احطها في ميه بتلج، ده صدمه في ميه بتلج، ولحمه الراس بتقول لك يا تفاصيلها، تمام كده. اجيب دي هنا ودي هنا، والطحال ببرده اهو، لسه هقطعه كل خطواتك واحده واحده كده مع بعض. تاخد غلوه كمان عشان تكون جاهزه للسوى. تقليبه هنا اهو يا ياسر، الطحال قدامك بيبرد اهو، تقليبه هنا اهو يا ياسر. تعالى تعالى هنا اهو نشوف التفاصيل. ادي القلوب بتاعتي لوحدها اهو، وزي ما انت شايف كده قدامك كل تفاصيلك قدامك. تعالى نشوف بعد ده ما نقلب. عندي بقى الخلطه بتاع الكفته، خلطه الكفته. عشان اعمل خلطه الكفته بجيب كوبايه من لحمه البقري، بص مفرومه اهي، كوبايه من لحمه البقري المفرومه، بديها نص كوبايه من لحمه الضاني، نص كوبايه من لحمه الضاني، بديها ربع كوبايه من الليه، بديها واحد بصلايه تفل فقط لا غير، واتبلها شويه ملح وشويه فلفل وشويه بهار عشان اعمل الكفته برده معايا. يبقى لحمه بقري، لحمه ضاني، ليه، بصل مبشور، تفل فقط لا غير، ملح وفلفل وبهار. وانا شغال كده اسمغه، بص سمغي كده واحده واحده كده، سمغي، دخلي اللحمه البقري مع اللحمه الضاني مع الليه مع تفل البصل مع بهاراتك، سمغيها كده اهو زي ما انت شايف كده، سمغيها بكل تفاصيلك كده، كله يخش مع بعض. وبعد كده هبدا اعمل ايه كده، تمام اهو، اسيبها تسمك شويه على ما اعمل بقيه حاجاتي. ارجع هنا اهوت ابص على المزاليك والقلوب بتاعتي، زي ما انت شايف كده قلوبي بدات تغير لونها برضو. خطواتك ادخلها مع الحاجه، لا ما ادخلهاش مع الحاجه، هفصلها كده اهو لوحدها عشان كل جنب يبقى فيه حاجه، كل جنب فيه حاجه قدامك اهو. اجيبها هنا اهو في الجنب ده كده مع بعض، واروح جايه مزوده اهو شويه سمنه وشويه ليه هنا اهو. بص الليه كله قدامك اهو يا تفاصيلك. يبقى الكبد لوحدها، القلوب لوحدها، المزاليك لوحدها، كله كده مع بعض. عندي الكبده بتاعتي كده اهو، بص تعالى بقى الكبده بتاعتك، تعالى الكبده بتاعتك، شفت احنا حاطينها محمله ازاي؟ مش رفيعه يا حسن، مش تخينه، لا مش تخينه، عشان تمتعي عيالك بفلوس ابوهم، متعي عيالك بفلوس ابوهم. قدامك اهو التفاصيل يا جمالك، كله قدامك اهو واحده واحده.
عشان تدلعي عيالك بفلوس ابوهم. قرواتك كده كلها قدامك. احلى يوم مميز، والعيد الكبير، والعيد الكبير يوم العيد الصبح تروق العيال بعد ما الحاجه كلها تبرد بتاعت الذبيحه بتاعتك. كلها تفاصيلك كده قدامك اهو. واحده واحده كده سلكي اي حته. وبعد كده حط حاجاتك، دلعي عيالك. يوم مهم جدا كل العائلات متجمعه فيه، فضبطي العيال بتولادك. محمد وضح لي هنا. ارجع هنا اهو زي ما انت شايف، عملت هنا القلوب بتاعتي كل قدامك اهو. بص زي ما انت شايف كده، دلع العيال وانت واقف شغال كده فوق. تعالى دلع العيال بايه يا عم حسن؟ تركه مهمه اهو، اجيب قطع توم، قطع توم كده انزلها عليها. وابص بقى انا اهو على الايه يا عم حسن؟ الطحال بتاعي. يوم المذبح العالمي، تعال شوف التفاصيل قدامك اهو. بعد ما خد صدمه كل خطواتك قدامك اهو، خد صدمه عندك وظبطت الدنيا وكل تفاصيلك قدامك وسكنتك وكل خطوتك. وادي كمان بعد هنا اهو الخصيه، بعد ما شلت منها الجلده الخارجيه بعد ما نزلتها في تلج، قدامك التفاصيل اهو. الطحال احنا مديانه صدمه بس عشان يخش في السوا واحده واحده كده اهو، عشان تستمتعي بيه. ما تقرصيش عليه عشان تستمتعي بيه الطحال بتاعك. يعني حسن لازم يكون 50% دم فيه كده. 50%. قدامك اهو تفاصيلك، قدامك وحركاتك وتكاتك، كله قدامك اهوت عشان تعملي احلى شويه طحال في الدنيا يا جماله. يبقى الطحال بعد ما خد صدمه، اجي هنا اهو اقلب الكبد بتاعتي، اقلب الكبد بتاعتي. خطواتك كده كلها صينيه السمين بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، كل قدامك اهو. خلي ده لوحده، حاضر، وده لوحده، وادي الكبد قدامك اهو، كل حاجه لوحدها يا تفاصيلك. واحنا شغالين كده عندك هنا اهوت، ادي هنا ايه الطحال. الطحال بتاعي زي ما انت شايف كده اهو، ازود له برضو حته ليا واوسع له كده اهو، وحته سمنه هنا اهو في الجنب ده كله طبعا. وهنا اهو في نفس الطريقه ادلع بقى وانا واقف كده اهو شويه مستكه عشان اي حاجه فيها، شويه فلفل مجروش. كل خطواتك كده قدامك. وتركه بتاعت شيف حسن، اطعم بقى بالحار، قرنين فلفل حار كده اهو في النص، قرنين فلفل حار كده في النص تمام. واروح جايبه الطحال بتاعي بقى اكمل سواه، الطحال بتاعي اكمل سواه. خدي بالك انا اديته صدمه بس مش اكتر من كده عشان اعرف اقطعه. تجيبيه صدمه فقط لا غير، وتسلكيه عشان يكون ماشي معاكي ملبن. حطي طحالك، حاجتك كلها قدامك اهو. وسع ده كده وده كده، وسع وصنيتك قدامك، خطواتك كده كلها قدامك. عشان تعملي بقى رغيفه، تعملي رغيفه، تعملي تجيب عيش بلدي طازه وتعملي رغيفه، تقدمي في اطباق، شويه سلطات، شويه طحينه. النهارده ايه؟ النهارده العيد، فقولي لعيالك كل سنه وانتم طيبين. لمي العيال حوالين الحلويات بتاعه الذبيحه. جالك هديه اعملي الصنف اللي جالك هديه، عندك انت الذبيحه اعملي حاجتك زي ما انت عايز. كل التفاصيل كده قدامك اهو عشان تستمتعي. لوحه قدامك اهو، دلعي عيالك ودلعي ضيوفك ودلعي نفسك يا جماله. يا حركات يا تكات، كل التفاصيل كده قدامك يا جمال. يا حركات يا تكات، وانا بعمل الكلام ده كله قدامك اهو. تعالى كده اهو ادلع برضو بقى شويه بصل احمر. بص طعامي بقى، انا هديته توم، شويه بصل احمر كده شرايح، طعاميها كده تركه عشان تعملي احلى اكله لعيالك بتفاصيلها بحركاتها بتكاتها. حلويات الذبيحه النهارده العيد، بنقول لكل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم كل سنه وحضراتكم طيبين. وفي نفس الوقت ايه، شويه طماطم لحم على ما اطلع هنا الايه، لحمه الراس. لحمه الراس جاهزه عشان اقطعها وادخلها. وفي نفس الوقت عندي ايه، عندي المخاصي، فصصتها كده بعد ما خدت صدمه، شلت منها الجلده الخارجيه قدامك اهو. تعالى وانت قدامك كده اهوت الطاجن بتاعك بتاع السمين، تعالى اما نشوف بقى التفاصيل.
بص لحمه الراس يا دوبك غليت خدت غلوه، انا مش من اكتر ان انا عايز تاخد الطعم بتاع السمين كله. بص لحمه الراس احلى حاجه في الدنيا، عايزه تكملي كده وتعملي عليها فته مبروك عليكي، لكن انا عملت لك كل شيء يلزم الحلويات. تعالى نحطها في ميه بتلج، خد تفاصيلك كده كلها قدامك اهو في ميه بتلج كله تفاصيلك اهو يا جمال، عشان نطلعها نفصصها برضو زي ما هنفصص برضو الفشه وهنضمها على الطاسه بتاعتنا. او هات لي يا موسى طاسه تانية يا جمالك يا حسن يا تفاصيلك، كله قدامك اهو عشان تستمتعي بكل حركاتك يا جمال. يبقى عملنا ايه؟ بدأنا حلقتنا، جبنا كل شيء يلزم للايه؟ لنعمل الحلويات اللي يعمل السمين بتاعنا. عندك كبد، عندك قلوب، عندك كمان او انس، عندك فش، عندك طحال، عندك لسان، عندك خصيه، اللي عندك كله، عندك لحمه راس، ابدأي اعملي اللي انت عايزاه. اهم حاجه اسعدي عيالك ولميهم حوالين حاجه يوم العيد مميزه. بص الطاجن، بص بقى اهو الانجر بتاعك عامل ازاي، بص كله دخله مع بعض. عايزك تعملي رغيفه، عايزك تعملي اللي انت عايزه تعمليه. جهزي النهارده ده كل احنا عاملينه لك النهارده عشان يوم العيد تعملي زي ما انت عايزه. تعال اهو زي ما انت شايف كده قدامك، بص تفاصيلك بحركاتك بتكاتك، ما تعمليش زيي انا لابس جوانتي حراري. خدي بالك اهو تفاصيلك اهو، ما تعمليش زيي انا لابس جوانتي حراري. تفاصيلك كده كلها قدامك النهارده الايه؟ الوقفه. فخدي بالك من دي بيوم العيد الصبح وانت بتعملي الكلام ده. بكره ان شاء الله ما تنسيش تدعي لي عشان احلى شويه سمين في الدنيا تقدري تستمتعي بيهم. عيالك بيحبوا الحار زياده، انا حطيت قرنين حط كده. تعالى برضو بعد ما حطيت الطماطم اهو احط الطماطم كده ولمسها يبقى كله مع بعضه. عايزه تحطي فلفل رومي كمان حطي، ما تمنعيش حاجه. بعد ما استوى دخل في السوى هنعمل ايه يا حسن؟ اجيب له توابله بقى، ملح وفلفل وبهار وجوزة الطيب عشان ادلع عيالي وادلع كل ضيوفي وادلع جوزي. تعالى كده اهو زي ما انت شايف اعمل تفاصيلي قدامك. عندك بقى شويه الملح، شوية الفلفل، شوية البهار، شوية جوزة الطيب طبعا، وشوية الكمون، ما تنسيش الكمون يا جماله. هو الأكلة دي عايزة كده جوزة الطيب وكمون عشان تدلعي العيال صح الصح، وأبو العيال أساسي. دخلي بقى كل حاجتك في بعض كده، بص الجوس اللي نازل منها، بص الريحة اللي نازلة منها عشان تمتعي العيال كلها قدامك اهو. حاجتك كلها ولم ضيوفك، ما تنسيش تبعتي لجيرانك واللي فوقك واللي تحتك. بكره ان شاء الله في العيد وانت بتعمليها ابعتي لجيرانك، خدي بالك اهو. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك يا عم ياسر. بص ريحه بيتك عامله ازاي وبص الشكل عامل ازاي، لكن التريكات والحركات لا نسها. انتظروني.